بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد على صحبه وسلم. قصص الأنبياء يعني سو هيني وحنو كسو بحني قصة نبي الله آدم يا خلق جيسي يا إن شاء الله تعالى أنت كساب صنيد أنا وصو كوبني مركا وحن كور رمي إن أنبياء ذكرية لكن وحي كسي حق مثلا نبي الله آدم قرآن كعرورتي سال وشيء يوحي كده دعاي كاسة كم ورمي إنه نبي الله آدم حكوا حكي نبي الله نوح عليه السلام. النبي الله نوح إلهي سبحانه وتعالى قرآن كحو نوشة جاي أما مجيء سو كسر نعضي صدح إيه أفرتن جار بعد بقرآن كسر نعضي سورة ضبضن بإلهي سبحانه وتعالى وجاور رمي سورة خاصة وسورة النوح سجى قصدي سو بكور رمي سا سورة ضح كلاته واحد مودم كسر بلود أعراف إلهود ويسي وكل بدبدينهن عرف إني ربي كورنتي هود وي كورنتي سورة بضم بامر كورت لح مركز صدحي أفرتن كاس جور يا إلهي وكسوع العلي مج عيسى قرآن كريم كي نبي الله نوح عليه السلام وبعد النبي الله آدم وحلي هذا أبو البشر الثاني سأل الله سبحانه بشر ك نبي الله نوح إلى نبي الله آدم من عباس وحوليه وحاود حيسي عشرة قرون طبعاً قرنبا ودحي كلهم كانوا على الإسلام كل قد وحي أهايين دين صح إلهي سبحانه وتعالى دين تيسيهيسي انحرافك أما إن لقل ليحظة دين إلهي سبحانه وتعالى وصح ده وحب الله وضي وقته النبي الله نوح قوم كيساب باللابي مركا تاسو حي عدينيسا أو خلاف كتهي فكرة ده إيرهي القلباتك إنت بضان أي آد وغشيغان أما مركز مسألة ده دراسة الأديان مركي ديمها كور رمايان إن وبشرك مركي سهراته وشركي وكوب اللوضي كبعد أديان التوحيد كتمت وأي كده كان إني أديان التوحيد وأي جدال كتمت لك إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسنا ونوجش يا جاي كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين وأنزل معهم الكتاب مرك كان الناس أمة واحدة إلهي قرآن نوجش يا إني أهاين أمة واحدة كل جود على طريق التوحيد إيه يستين إيه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله إن دتكو فطرة أي كوادن ولاين مركن نبي الله نوح طبعا كقرني وأود حيس نبي الله آدم نبي الله نوح هدي قرني اللي يراه ذو قرني سيس وحال يراه ذا ولا بجيل ماشي إسكسو جاران لا بجنريشن ماشي إسكسو جاران هذا بحمر ولا لا يقياس قرني كا أفريج كدتك عمر جودة تقريبا إنتو يهاي هذا دتك نبي عليه الصلاة والسلام صنوا شيء وما بين 60 و70 أبدينهن مرك أفريج كحالي إذا دتك وست 70 سنة 70 سنة مرك قرن وحلو قياسين ويه بغل سنة لكن وقت النبي الله آدم النبي الله نوح الحيي دتك أعمار صد كن سنة إذا في جرتي كن سنة نبي الله نوح كن سنة أي دعوة كلي وذا فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يعني سجال بغل يكون سنة وأنتوا دعوة وذي imisu ka dambeeyay imisu ka horeeyay aayada nooga sheegay marka dadka acmaartoodu maadaama ay dheereeyd waxay leeyeen culimadu waqtigaas nabi ilaah nuux iyo nabi ilaah aadam markii la qiyaaso qarnigu wuxuu noqonayaa 1000 sano marka waxa u dhaxeysa 10,000 sano waa qiyaasta ay sameeyaan culimada 10,000 sano inay u dhaxeysay 10,000 sano aan inxiraaf jirin oo diin tawxiid lagu wada socday nabi ilaah nuux markii ilaahay subxaana wa taala uu soo diray ilaahay horta sida ku cad nabi ilaahay nuux iyo nabi ilaahay aadam nabi uma dhaxeyn waxa laga yaabaa kutubta qaarkeed muarikhiintu inay idriis galiyaan nuux iyo aadam dhexdooda laakiin wax daliil looma hayo nuux iyo aadam inuu idriis dhexdooda ku jiro marka adiladu dhan waxay cadeynaysa in nabi ilaahay nuux iyo nabi ilaahay aadam uusan qofna u dhaxeynin nabi ilaahay nuux wuxuu ahaa sida hadiiskii hadiiska nabiga kaleysa salaam ku cad nabiga kaleysa nabkay dadka ma qiyaamaha ay u tagaa nabi leey aadan oo uu ku yiraahdo hal akhrajakum min aljannati ghayri idhabu ila nuuh awwala rasulin ursila ila alard rasulki ugu horeey dhulka loo soo diray u taga marka idriis hadu ka horeeyay hadalkaas hadiiska iyo isma waafaqayn sadar aad idriis wuxuu kamid yahay mushkiladu waxay tahay kutubta in badan waxaan san sheegnay qisaska waxa laga wariyaa taariikhda wala kala qaata kutubta ahl kitaabka kuma soo aroorin magaca nabi ilaah idriis maxay nabi ilaah idriis ma ahayn kama mid ahayn anbiyaadii bani israa'il sida daraadeed kutubta ahl kitaabka kuma soo aroorin sida daraadeed ayaysan u sheegin ay u galiyeen culimada qaarkeed inuu nuux ka horeeyay laakiin wuxuu noqon karaa duriyadii nuux
iyo u dhaxeysay waqtigii intuusan dhalanin duriyadda Nabiyullaahi Ibraahim intaysan tarmin ayuu noqon karaa Idriis noo imaan doonta qisiis. Marka Nabiyullaahi Nuux wuxuu ahaa awal rasuul ursila ila al-ard, wuxuu ka mid ahaa ululcazmi min arrusul, ambiyada Ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay ululcazmi min arrusul ayuu ka mid ahaa, oo ambiyada ugu fadliga badan, ambiyada Ilaahay uu soo diray. يعني نبي الله محمد، نبي الله نوح، نبي الله إبراهيم، نبي الله موسى، نبي الله عيسى، شن تاس نبي وأولو العزم من الرسل. إلهي يقول ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. وجعلنا ذريته هم الباقين. علماء إليهن مؤمنين تي نبي الله نوح مركي الطوفان كبعد لبد بادي وحك رجي دتكي للاسو بد بادي tarankoodii ma faafin. Wixii taranka ka dambeeyay oo adduunka faafay wuxuu ahaa Nabiyullaahi Nuux duriyadiisi. Lidaalika ayaa waxaa la yidhahdaa Abul Bashar Athani, yani Nabiyullaahi Nuux duriyadiisi unbaa tarantay, laakiin dadkii way noo imaan doonta cadadkooda aad buu u yaraa, laakiin wax taran oo ka dambeeyey oo faafay ma laha. Marka Ilaahay subxaana wa tacaala Nabiyullaahi Nuux qoomkii uu usoo diray, qoom waxay ahaayeen asnaam bay caabudeen, dad saalixiine sida Nabiy Ibn Cabaas uu sheegayo, qoom saalixiine oo ka horeeyey bay ciyaalkoodii intay yimaadeen bay waxay dhaheen walaa aabayaasheen, dadkan saalixiinta oo aabayaasheen iyo awoowayaasheen ahaa, maan si aan u xasuusano sawiradoodii meel dhigano. Sawir bay sawaysteen, meelihii ay ku caabudi jireen bay dhegdhegteen. Wax yar ka bacdi sawirkii waxaa loo bedelay mujassam, wax yar ka bacdi jiilkii dambe uu yimid iyagii bay caabudeen. Meeshaas marka uu ka bilowday in basharkii lagu xadgudbo oo Ilaahay subxaana wa tacaala geyrkiisa la caabudo, oo halkaasay ka bilowdeen. Qolyahaas markii Nabiyullaahi Nuux uu u yimid, marka waxyaalaha uu kala hadlayey waxay ahayd arrintaas, dad aada u madax adag bay ahaayeen. Nabiyullaahi Nuux intaas uu la hadlayey oo dhinac walba ula hadlay, haddana waxay yidhaahdeen waxay la gaaray laa tadaruna aalihatakum walaa tadaruna waddan walaa suwaaca walaa yaquutha wayacuuqa wanasra, yacni kamadha ka tegina intaas isku dardaan ma jireen. Oo Nuux warkiisa si ay marka Nabiyullaahi Nuux wuxuu isku dayay inuu dhinac walba uu kala hadlo. Asluubka dacwada Nabiyullaahi Nuux wuxuu ahaa asluub aad iyo aad mutanawic ah, dhinac walba inuu kala hadlo isku dayay. Marka ugu horreysay wuxuu isku dayay Nabiyullaahi Nuux inuu targhiib iyo u sameeyo, u jeclaysiiyo waxa wanaaga iyo diinta iyo say u fiican tahay buu kala hadlay. Waxaad arkaysa wuxuu leeyahay faqultu istaghfiruu rabbakum innahu kaana ghaffaara, yacni minaaxeeda war Ilaahay dambi dhaaf weydiisa, Ilaahay waa Alla dambiga dhaafa. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. مرك أسلوب الترغيب ومرك ركوب الله والإله أسقى عابد كليجيس ودين دم بدافيا هل كان مرك يكسب بحوائين وحو النبي لا ينوح بالله إنه أديك سدو أسلوب ترهيب إنه عبسي وعبسي قليو ويكيري ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. والإله غير كيس عابدنا عذاب أقبل إنك جبقيا. هذا نوح بالله إنه للضوضة أو قاب ضوض أهان هذا الكيس أسوق بيو. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. ومين أرق إلهي سبحانه وتعالى سيدو أبور تضبضا سما وكلا سرية سيدو قمر كأوغد جميد هبينك إذا تكو إفتيما مالك يني قرحته أي أو إفتيمته. والإلهي سبحانه وتعالى سيدو إين أبور إذن كسيد نبات وكلا إنه لكي محاورة عقلية إنه عقل قوض بل هرت أي وح فهمان ودي دين وحب الله إن أسي لدك على مان حب هذا أديك سدي إنه صبر وقدر القاطع يعني إنه قدر القاطع وحي أي ودين كوتو إلى إليه. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما إنت تاصرن ودي دناين بل ويسكو دردار مجرين وحي دردار مجرين جيل بجيل كدن بايا إنا وركي سلا مغل يا أو أيكو يرادين وحاتها مجنون لا وادوالان تهي ومرك إلى أكيري يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين وراني وحوا لي بعض النبي ومجرته وكيف وما نرى لكم علينا من فضل وفضلكم او ندرته ملا بل نظنك من الكاذبين يعني بيان بي كو شيغان وحاسو دن نبي الله نوح او انت سو او دول قادنايي وا كديدين هدانا انت بدن وح ديبك ودي انبياده ماركا اركيسيد من نبي الله نوح كسو بلا الى نبي محمد و ددك كو خيران مدخده اي ددك كو خيران ملا دمه كد الى ملا مدخيه وينتا. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا وبشر باطه مديدا أنا يعني قوم بشر باطه
ما نراك إلا بشر مثلنا ما بديهم بأنو ملاك بانها بشر بانها لكن كاله وحمغلا إلهي مركز سبحانه وتعالى مركو أرنتو إنتا قارتي ويسيد لافين وحيب اللودين إني أساقي أذية يدباتو قارتيان نبي إلهي سبحانه وتعالى وطيله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر يعني هيركا سويت لافها دلو حير يعني ما نراك إلا حير إنا لنراك في ضلال مبين وقال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدون هل كاسي قارت مركا وأن لا ضوضي ضوضي بعد بعض الشيء نالئ ما وحي أنه يبوه يسي مركز إلهي سبحانه وتعالى وحو أمري إنه دون سمايو تاسع يجا أكتر وحكي شيء نقطة والي مال سحراء أمبيا لهين وبيكو لين وبالك إن دونك سماينا يو هل كاسي وحي بالله بين إني يجينا هذانا دهان وحن شيء يجينا هذا يسوى بحين ونن كان مركز هرات وادي شيء إن إلهي وحي ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه دون تبو سماينا يا وكلما مر عليه ملأ من قومه كوح مركز سوى مرتبة قولي سكمي ده سخروا منه ويكو جزيه سيار من أجار بيسو بدلي سوى سقي لها نبي بانا هاي والمهادو يري ماشانا دون لغو سمية حقية دون لولك لولك هرتا من نقانو أي نبي الله نوح يقوم كيسي جوغين إنك سوى إن بضان حد أركيسا وحالي راه دا دون تي مركز دنبه ماشي جودية اللي راه دكو سوى دكتي دمشق قاربو حليين تركيا كتالي قاربو حليين عراق بكتالي لكن واحد قرآن كل ناشي هاجي أما سنة النبي عليه الصلاة والسلام مجرته مركب النبي الله نوح مركب باللابين إنه كجاز جيسان أو أي هذا الكي أي مغلي وايين وركي وشي هاجي كد دلقات بدن إن بدن ودلقاتي وحب باللاب وحب باللابين إنه أسجن ومواجهة يومك إنه أسجن مواجهة في سورة يونس أنكسا مرنا يكلت وتلو عليه من نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي شوكتان كي يحضو إذن دبا إنا وحيدين شيئا وإذن دبا والتذكيري بآيات الله يوحشي قدا إذن شيئا فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم إلهي بأن يترى صارتي إذن كي يوحد عابد إيسان بل إسكاشرة ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون وحبها إيكا سننا إذن كي وحد سمين كرتان سمين هير كاس مركي قارتي وأي قودي قودي ورنت أشياء إنه سكبقين وإلهي سبحانه وتعالى وكوكل سونيا مركز وحي باللابين إنه سكوديان إنه نبي إلهي سبحانه وتعالى أي دبات أقايستان وحي إنتا كدن بيي دون تبا ديارو قرودي إلهي سبحانه وتعالى وحي يري دون تاس كو أروري أدق إيو داتك كراعة هل كان مركي أهريت سوق قارتي وحب باللابين إلهي نوح إنه دعودي إلهي سبحانه وتعالى وبريو إلهي وحي فافتح فافتح مركو الله قال ربي إن قومي كذبون إلهي يوئي بينين فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين أريق يا مؤمنين تنى بدبادي إلهي سبحانه وتعالى في سورة نوح قال ربي قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة يا ربي وي عاصيين وحي راعين ضد أن وحبأوا الترينين حول هذا إيو iyo arruurtooda ba khasaare mooy wax kale tan u gaari u geysayno wa makaru makran kubara makri iyo dhagardaamo waa weyna way la yimaadeen wa qalu la tadaruna alihatakum wa la tadaruna waddan wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra ilaahiyadoodi magaciyadoodi way magaciyadaas ilaahiyada la ka tagineeyeen ilaahi markii nabi laa nuxuri waqad adallu kaseeran ya rabbi dadkan dad badan bay lumiyeen wa la tazid adh-dhalimina illa dhalala يعني وح أي أزيادين هاي السنة ملها ظالمين تها أزيادين ظالمين إلا بعدين موية بعدين موية وح كله إلى أوزي من كسوه هذانا إلى يحو كبر يي وقال نوح يا رب وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا دعادي وجودن بيس أدون جو هل دار وقالها وقتك بي نبي والبنات سيد النبي عليه الصلاة والسلام هل دعوه مستجاب لها كل أنبياء ذي هرت وحو أديك سين قوم كذي إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام قوم كيس أمديس أي أدي بدقي مالك قيامها يشفي عضا مركو ساء ادعو إلهي سبحانه وتعالى باللابين إنه كجيس جيسان ودونتي وباللابين إلهي سبحانه وتعالى وحو أمري إنه دونتي ددكي كسو أروريو مركا نبي الله محا الله أمري وحالي حات قادة قف وحا أدو كنول من كل زوجين اثنين وأهلك لب الزوج لب يددك إيه أهل كاقة إيه دادك كرمي هذا إلهي سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل ابن عباس عليه هاي نبي الله نوح دادك رمي أو راعي انتاس كونك سنكون وذي
سديتن قف هاين أفر تني سديت قف أفر إيو سديتن قف بهاين بولي ابن عباس رضي الله عنه محايا لي وحدنا ولي ودتك وحكم ذها أن رومينين وكل يحضي هوين يديسي يويل كيسي هوين يديسي يويل كيسي وحكم ذها مركي إلهي سبحانه وتعالى حكويه حتى على مد بالسين نبي الله نوح مركي انت صوصنا على مد حاله حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل مركي معي تهي على مد حاله قلك بامركو ربيه لغا صوصاريا سمدنا بيك إيمانايا biyaha dhulka laga soo saaro marka ay bahalada khubuska lagu karsado rootiga lagu sameeyo muufada tanuurka la yiraahdo marka aragtay inay biyihii ka soo baxeen oo biyihii ay guriyaha dadkii baalka ay cuntada ku karsanaayeen ay biyihii ka soo dhaxbaxeen bilow baa la doonto inaa saartid wax walba oo adduunka ku nool lab iyo dhadig iyo ahalkaaga ilaa man sabaqa alayhi alqawl kuwa aanu ku rumaynin oo ayagu in la halaagayo إلهي وقري كواس كتك بالين يو من آمن يددك كرمين سار وما آمن معه إلا قليل سيدان صوش يقن عدد كودة إن يربوها ويلكيسي يهوين ديسي هالكاسي كوها لك سمين وددك كل يحضي دريقي هاين عدد كاس يربر صفينا دي بوساري إلهي سبحانه وتعالى وحيير سيدان سورة هود كسو مرني وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم فولا إلهي سبحانه وتعالى بسن كيس أيا سعد كذا إيو نقاق هذا وكسوين هاي إلهي سبحانه وتعالى وألدن بداف بضا مركو هالكاس أي دون تودي الراعين أيا واتن أو ويل كيسي وأركي أو هالكاس وكلا تتاقن ويري وروي ورمحاكو قد عي دون تصافر ويري مي أنيقا ما أنت شغي قمليهي وأتى إلهي سبحانه وتعالى وكعبر وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكفق يا بني اركب معنا ويلكي وسرع وركالي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ما أنت بورتا صنفولة يا إيكا قال لا عاصم اليوم من أمر الله ورما أنت إلهي أرنك أمر كيس قف كابت بعدين كرامله هل كان صافول فحال بينهم الموج فكان من المغرقين مركب ماشي هسقول لي أنتي واتان صومر نقصيسة مركب دم إلهي سبحانه وتعالى أويديي وكير إلههم هذا إن ابني من أهلي ويلك أهلك يكملها وإن وعدك الحق هذا كان وضيع بوهضي واحد يصير أهلك إلا من لك إلا من صبغ عليه قول لي يعني جبل بن هذا يائي وحاس دويري نكاس وان نكل أحد دريقي مركب دم النبي الله نوح هوين هذه سيدا كلاته قام كيسي أيضا راعي وماشى صي أيضا كلها حتى واتن إلهي سبحانه وتعالى وقرآن كون ناقوش يا جاي نبي الله نوح نبي الله لوط إني أهايان لوضبة هوين هوين كود إني لهلاجي أو لجها لاجي دتكي لهلاجي الراعين خيانة لوضبة السمايان سيد إلهي سبحانه وتعالى وقرآن كون ناقوش يا جاي في سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ويخيامين والله بضع ضب خيانين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا الله بضع النبي وحبي إلهي كم يديق ما دام خيانة يكون عين هذه الخيانة ما خيانة فراش وخيانة الدين وعقيدة عقيدة دي بيكل لحدين لكن خيانة ما إنا يهوان حق فراشك المكلات ولذلك قارب أحضر كيس كلها كلها نبي الله نوح ليس من أهل كاليري ويلكاس حارن على ذات كلات نبي الله نوح مدالي تاس ماها إلهي سبحانه وتعالى أنبيدي سو وما دارته هوان خيانة يو هل كأجل مثل الخيانة ده هذا يتها مسألة كوساب سن زينه ويكدوا أنت مركب كوساب سن تي عقيدة عقيدة ولا هلاجة يا زينه لك هو مسألة أن لو قالوا بين ولو عقابة يا درادة أيو نبي الله نوح نبي الله لوط هوان كاس حاجة حمان إلهي سبحانه وتعالى أنبيدي سحوق الدورة حقاس بحاجة المدى كانت أقوام تودي بكو عيبين لهيد وعلى أركي لأيه وكو شيئا هوين كاقي أساسي دين عاسنا كلاما أيسان دقمين أو كما أيسان حلين مدام أيسان دين عاس أيسان كهلين وحيكو توسيسا إناي
أي سندين عسى حق خيانة خيانة فراش أي سنحين أي خيانة عقيدة ودين مركا نبي الله نوح سان شاقني وقت جاء ونولا أنت آيات نوش شاقتم ويا أنت كهرسي أنت كده ميسي ما قرنا إنه كذب دونتي إلهي سبحانه وتعالى ونوش شاقي إني مركو وحي دمادين لهلاقي أي سود دكتي مال ليرا جودي أي كود دكتي مال أي تحي نلومات المامين هالكاس أي كسي نولادين قرآن كنا جمع ورمين وحي كده بيجي طوفانك طوفانك مركو دعيتك لهلاقي أنت هرتي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كنا جمع شيقين سيدان صور شيئا تران كينا وحي شيئا علماء إني نبي الله نوح كتر من ذاتك انتي سيدان بي وكدن بي سيان كسو مرنا قرآن كنا كوار لنا آيادو قا وحي تلماما إن بضانا كمي نبي الله نوح إنو داد بضان اي كسو ومدو اي كسو ترانتي وحي كدن بي سي زمان كينا مقرنا إنو دعضي أريتاس ودحمرتي محوها زمانك اي دحمرتي قوم كاسنا مقرنا إنو او تاسنا وي قران كنو ما شيغين اي وحنا نبي عليه الصلاه والسلام حديث ابي سعيد الخدري وصار صار ونو شيغا يجيء نوح وامته فيقول الله تعالى هل بلغت فيقول نعم اي رب اله وان غارسيه فيقول لامتي هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي نبي نو ما ايمان تصوب يعني تس انت سغال بقول كنت سنه ذلك لله الله هدوت مركه اخرت وانكريا نبي الله نوح هو قبصنايا ان امره كان امه النبي محمد عليه الصلاه والسلام نبي محمد يومدي سائما ركع إليه لذلك إليه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا مركا أيها أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيها أمتها صورنا إله سبحانه وتعالى وإن أم ركعان أنبياء إله سبحانه وتعالى أي أم ركعيان هل كان مركا مرحلة أيها كل ما تي قصة صنيت نبي الله نوح يدعو ذي فترة يسوى ذي يماشي أي قارتي iyo in dadkii la halaagay oo ugu horeeyay ee ahaa nabi ilaahay nuux qoomkiisa in uu nabi ilaahay nuux nabiga ku xigay nabi ilaahay ibraahim oo ahaa taasna uu nabiga ku xigay nabi ilaahay aadam oo ahaa aadam nabi buu ahaa rasuul ma ahayn nuux nabi iyo rasuul buu ahaa maxay ilaahay aadam qoom looma soo dirin caruurtiisi oo kaliya un baa la noola sida daraadeed nabi ilaahay nuux waxa loo soo diray qoom oo marka rasuul buu ahaa kitaab baa lagu soo dajiyay laakiin كتاب كيسي أننا وحن أرو ما يسنى هاي جملة سيد إلهي سبحانه وتعالى وإمام كينا وكم إذا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قارن حيرا عن دمشق بوركو تالا جبل قاسيون ليرا هذا قارن حيرا عن بوركو تالا تركيا مدو حيرا عن العراق لبدا يتركيا ماشي لبدا ويسكر عن دجل إفراد صورة الدنيا وقتها بيرا هذا ما حصل ما حل الله بما بسم الله سبحانك اللهم